اهلا ومرحبا بكم مجددا، واليوم عندنا لكم هذا العود الجميل جدا. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر درجه اولى قطعتين، صدف الازرق طبيعي حاضر معنا في زخرفه الوجه من حيث الشمسيه والقمريات وايضا حواليهم المضرب والفرس والكتافه وكذلك ظهر العود. ظهر العود عندنا من الميبل والوينجي، ثلاث ريش من الوينجي، ريشتين من الجانب وريشه في المنتصف زي ما احنا ملاحظين، بالإضافة للزند والبنجوق. البنجوق من الطرفين من الميبل بالكامل، الزند عيار من هنا بيقدر يتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة، والمفاتيح والمسطرة عندنا من الأبانوس درجة أولى. قياسات هذا العود العرض 36.5 والعمق 21، طول الزند 19.5 وعرض العظمة 3.9. الأوتار من البيراميد لوت دوزان دودو. نبدأ نختبر العود مختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما. Thank you.
وصلنا لختام عرض هذا العود. الآن نجي الاختبار الأخير على عصف فينجر بورد كان. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.